النوروز عيد يحتفل به الأكراد مع بداية الربيع، فكيف عاش أكراد شمال شرق سوريا المناسبة؟ هذا التقرير. لعيد النوروز عند الأكراد في شمال شرق سوريا أهمية خاصة بأبعاد تاريخية تمثل انتصار الخير على الشر في التاريخ الكردي. النوروز هو يوم الجديد، يوم الحرية، يوم القضاء على الظلم والاستبداد، وأتمنى في السنة المقبلة أن يعم الأمن والسلام. الأكراد والشعب الكردي أجمعه وكافة الشعوب وكافة أقسام كردستان وروجافا، وأنا أحيي هذه الذكرى لأنها تعني القضاء على الاستبداد وعن العنف وعن الظلم. في 21 من آذار من كل عام، أي مع بداية فصل الربيع، يحتفل الأكراد بالنوروز بطقوس خاصة بالمناسبة تشمل ملابس العيد والاحتفال خارج المنازل من خلال الخروج إلى الطبيعة وتحضير الأطعمة التقليدية. وبهذا العيد دائما نتمنى لنا ولغيرنا من الشعوب الحرة دوام العطاء والازدهار و كل الخير لنا ولغيرنا. وفي هذا العام كما في الأعوام التي مرت من عمر الأزمة السورية، أراد الأكراد إحياء النوروز على الرغم من كل ما واجهوه من إرهاب داعشي، في رسالة أرادوا منها التأكيد أنهم متمسكون بعاداتهم وطقوسهم تماما كما يتمسكون بأرضهم.